مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. اكمل لك بقى. راح ربنا قال لموسى عاوزك تجيب العصايه بتاعتك. فاكر العصايه دي بتاعت ايه؟ بتاعت الحيه. مظبوط، العماله الحيه. قال عاوز تجيب العصايه بتاعتك دي وتضرب البحر يتفتح. يتفتح البحر زي كاني بفتح باب الشقه كده. ازاي؟ اظن دي من حاجات هشرحها لك ازاي. استني، انا عندي في الفيلم هنا، عندي فيلم ليها. بصي. مش شايفه كويس. بصي، ده موسى. ده موسى. وراح ايه بالعصايه كده، راح عمل ايه؟ بص ايه البحر اتفتح. بص المنظر بقى حاجه عجيبه جدا. بص 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 بص. ايه ده بص ايه اللي حصل؟ حصل غيم جامد كده. السحابه بس عملت بص مره واحده والناس واقفه. بص الهواء شديد قوي. بص البحر حصل له ايه؟ ده بص الشعب قد ايه كمان؟ ما بقول لك مليون وشويه، مليون ونص مثلا. بص موسى واقف قدام بقى البحر ورافع ايديه. ايه ده؟ بقى شايفين الارض زي ما يكون ايه؟ سور من هنا وسور من هنا. حاجه عجيبه جدا جدا، حاجه غريبه قوي. ابقى ماشي مثلا وميه من هنا. ربنا قال لموسى ايه؟ اضرب البحر والبحر يتفتح. راح شعب ربنا نزلوا مشوا وماشيين بقى معاهم العجل بتوعهم وبتاع. هوبا، مين جه؟ فرعون. فرعون. تفتكر هيعمل ايه فرعون؟ راح نازل وراهم. وبعدين الحاجه الغريبه ان فرعون مشي على خطه ربنا، بس فرعون ده قلبه مش مع ربنا خالص. ربنا قال لا ما ينفعش. عدى شعب ربنا وفرعون وروس له. لا، قبل ما يوصل راح ربنا قال لموسى اضرب البحر تاني. ضرب البحر على كان على شعب فرعون. رجع البحر تاني. طيب، واتقفل وكل شعب فرعون والجيش بتاعه ماتوا. حاجه غريبه قوي. طب ما هو كان ممكن ينقذ شعبه وبعد ما يعدوا البحر يعدوا وما يموتش شعب فرعون. هو شعب فرعون اللي اختار. هو فرعون كان عنيد قرر انه يطلع ورا شعب ربنا. اما اتفتح البحر دي سكه ربنا عملها. ايه اللي يخلي فرعون يخش؟ فرعون حب يخش في خطه ربنا لكن ما عرفش. فهو فرعون اللي اختار ان هو يموت بالطريقه دي. لو هو ما كانش قلبه قاسي وما كانش عنيد كان وقف. خلاص بقى هم عدوا يهربوا يمشوا. هو اصر مكمل في عنده. ربنا عمال يقول له يا حبيبي ده انا ربنا، ده انا الاله العظيم، امشي ورايا بطريقتي. لكن هو عاوز يمشي بطريقته هو. كان عنيد. معرفش، كان عنيد عنيد عنيد. طب انا ينفع اتفرج على باقي الفيلم؟ استني بس، استني هقول لك. بس قبل ما تتفرج على باقي الفيلم، راح ربنا ايه قال لموسى، قال له ايه؟ قال له تعالى بقى. عدوا البحر وقعدوا يبصوا. قال انا عاوزك تعمل ازاي؟ اول ما عدوا قال له تبني مسبح هنا وتحكي لكل عيالك وعيال عيالك، كل واحد يمسك عياله يحكي لهم قد ايه ربنا اخرجنا بايد قويه من ارض مصر غريب. بضربات قويه قوي والبحر حكايه البحر اتفتح دي انت عارفه اتكررت بعد كده، بس بتيجي في حكايه احكيها لك. لو ما وصلناش يعني. لو وصلنا هبقى اجي لك البيت احكي لك. طيب. في حكايه البحر اتفتحت، بس البحر الاحمر هي مره واحده اتفتح كده، لكن كانت علامه على ايد ربنا القويه ان ربنا ما عندوش حاجه يقول لك ما ينفعش. الناس وقفوا على البحر هنا وفرعون ورانا، هيحصل ايه؟ انا عندي حل. كل حاجه عندكم، انتوا عندكم فاكرينها مشكله، انا عندي حل ليها. إن الإله قوي. لأن هو كمان هو اللي خلق البحر. برافو عليكي، لأن هو خلق البحر يفتحه ويقفله ويعليه يوطيه يهديه. هتسمعي معجزات أيام الرب يسوع، معجزات البحر يبقى هايج هو يهديه. مفيش مشاكل. ليه سلطان على كل حاجة. اقري بقى، عاوزك اقري. أو بص أقول لك على حاجة، اتفرجي على بقية الفيلم ده. جميل قوي بتاع موسى ده. هلاقيه جميل عندي؟ قوي. بعد ما عدوا فيلم وصوره جميلة قوي. عقبال ما أنا أسوق الطيار الآلي. ده انا جيت المنظر تاني اهو البحر. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. مكبوت 14.